طارق بن زياد شكون؟ بربري ما اسموش طارق بن زياد ولم يتكلم بالعربية. يقول لك وفتح طارق بن زياد الأندلس. كيفاش؟ هذا إنسان اعتنق الإسلام سنة 802، سنة 811 دخل إلى الأندلس. كيفاش ولا مسلم؟ وقال أيها الناس أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. منين تعلم العربية؟ تعلم في 6 سنين، في 6 سنين تعلم ولا يضرب في أين المفر؟ بعد يخلط عليه موسى بن نصير ويهزه معاه يقول له يا كلب من الكلب، قلت لك افتح الأندلس معناها توصل لشبيليا وتقف غادي تستناني أنا، أنا أعرفك. خلطت عليه هذه هكا، علاش أولادنا ماهمش قاعدين يقراوا في التاريخ، يقراوا في حاجة أخرى، يقراوا في تصور إيديولوجي، تصور بعثي، تصور قومي، تصور اللي تحب أنت، أما مش في التاريخ. التاريخ شو يقول؟ موسى بن نصير هو عربي أصيل جاء من الجزيرة العربية وكان واليا القيروان وعمل بعماله في الأمازيغ، لكن طارق بن زياد كان مولا، كان مولا، كان عبد لموسى بن نصير ولم يكن له اسم عربي. داير كيفاش انتهى؟ كيفاش انتهى؟ النهاية المأساوية تاع طارق بن زياد. لا لكن بعد ناداله الخليفة من دمشق، نادى الخليفة من دمشق لموسى بن نصير قالوا إجا بشرني، إجا بشرني بفتح الأندلس. قالوا معايا طارق بن زياد، قالوا هاتوا معاك. شدوا ثنية وقتها، ثنية طويلة شوية أكثر من البوينغ والأيربيوس، معناها يمكن 6 شهور وسبعة شهور. هما خالطين ولي العهد في دمشق قال لهم استناوا شوية حتى يموت الخليفة وتبشروني أنا بفتح الأندلس. قالوا لا، هذاك الخليفة هو اللي نادالي موسى بن نصير. خلطوا فبشروا الخليفة بفتح الأندلس وبالغنائم وجابوا له الجواري وجابوا له الغلمان وجابوا له منهم طاولة ذهب نتاع ملوك الإسبان ومات. جاء الخليفة بتاعه قالوا مش قلت لكم تستناوا شوية الكلب من الكلب؟ قال له حطوه في الحبس ساعة، قصر الخضراء في 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 دمشق، قصر الأمويين، حطوه في الحبس هو ولده، هو وطارق بن زياد، وجيبوا لي القضية هذه من بلاده، من القيروان ومن الأندلس. جابوا له قلتين، قلة فيها راسه الأول، راس ولده الأول والي القيروان، والثاني والي اشبيليا. قال له شفتهم اولادك هذوك باش نشكرك على فتح الاندلس. خرج مسكين كي المهبول وعاد الى الجزيره العربيه. قعد طارق بن زياد، قال له ايش نعملوا له؟ قال له سيبوه. مات طارق بن زياد متسويا في شوارع دمشق، مات جوعا. سمعتوا الاولاد ما يقراش، مات جوعا طارق بن زياد. سميوه احنا عندي ولد اختي طارق، معتزين باسم طارق. معناها جبناه رديناه قائد، صنعنا الاسطوره هذيك واعطيناه اسم فني طارق بن زياد. من اخطر